سر الانسجام بينك وبين كتيكي، انت عامل له 3 اسيست، هو عامل لك اسيست، ايه هل ده عشان انت ابتديت تتكلم فرنساوي ولا ايه؟ يعني في سيرتن هارموني كده بينكم انتوا الاثنين، ايه سببها؟ مفيش سبب معين، حاسس ان احنا شبه بعض يعني، حتى بره الكوره احنا بنقعد نسمع اغاني مع بعض، دايما قاعدين مع بعض كاننا عيله صغيره، احنا وكذا لعيب تاني يعني. والاحساس اللي هو احنا في الملعب احنا مش بننافس بعض يعني، مع ان احنا الاثنين مهاجمين وعايزين نجيب جوان على قد ما نقدر، احنا في الاول والاخر لو احنا الاثنين لعبنا كويس كل واحد هيبان بطريقته. انت حتى بعد الاسيست، يعني الاسيست اللي انت عملتها في ماتش بايرن ميونخ، مش عارف حد خد باله ولا لا، بس الاحتفال اللي انت احتفلته لوحدك كانك انت اللي جبت الجون يعني، حد خد باله هو كان واقف عمال يعمل ازاي؟ أيوة. بعيد عن الكوره اساسا، وكان اصلا بيسليبريت اكتر من السليبريشن بتاع الجون، بس احتفل معاه بعدها بشويه. ما كنتش قادر اتنفس، هو كان بعيد قوي. بس ايوه انا حاسس ان هي دي اهم حاجه، ان هي الفرقه تبقى ان احنا نبقى واحد يعني، عشان انا لو فرقتي بتلعب كويس انا هبان كويس، عشان انا اخر خط في الفرقه، فهم لو يعني بيلعبوا كويس وبيدافعوا وبيطلعوا الكور كويس وبتاع، انا اللي في الاخر اللي هجيب الجون، في الاخر كلنا هيبقى شكلنا حلو عشان نكسب. فالانسجام ده اهم حاجه بالنسبه لي يعني في الفتره اللي جايه، ان احنا نبقى احنا مش بننافس بعض، عشان لو دخلنا في منافسه هتبتدي بقى الشكل ده باين، وده باين في روح الفريق وباين في البوند اللي موجوده في الفريق.